السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويستمر الوعد في بودكاست زدني ضمن برنامج مديرية ثقافة جرش. فمرحبا وأهلا بكم جميعا في ندوتنا اليوم حول حقوق الإنسان المفهوم والتطور التاريخي. يسرني أن أكون معكم في هذه الندوة لنناقش موضوعا حيويا يلعب دورا أساسيا في تشكيل المجتمعات الحديثة. فحقوق الإنسان ليست مجرد مفاهيم نظرية، بل هي حقوق أساسية يجب أن تحترم وتحمى في جميع أنحاء العالم. سنتناول اليوم مفهوم حقوق الإنسان وتطورها التاريخي عبر التاريخ والتحديات التي نواجهها في الوقت الحاضر في عالم يتعرض فيه الكثيرون لانتهاكات حقوق الإنسان. يصبح من الضروري فهم هذه الحقوق وكيفية تعزيزها وحمايتها. في هذا اللقاء يسعدني أن أقدم لكم ضيفنا الكريم الدكتور رامي العياصرة، مدير جمعية حقوق الإنسان. تجمع سيرة الدكتور رامي العياصرة بين الخبرة الأكاديمية والالتزام الاجتماعي والسياسي، مما يجعله شخصية بارزة في مجال عمله. ولد الدكتور رامي العياصرة في بلدة ساكر بمحافظة جرش عام 1977 ميلادية، وحصل على البكالوريوس في الفقه والتشريع من كلية الشريعة في جامعة اليرموك عام 1999، ثم أكمل دراسته وحصل على الماجستير في الفقه وأصوله من الجامعة الأردنية عام 2002، وتوج مسيرته الأكاديمية بدكتوراه في الفقه وأصوله تخصص السياسة الشرعية من جامعة العلوم الإسلامية العالمية عام 2010، عضو هيئة تدريس سابق في جامعة الزرقاء، بالإضافة إلى عضويته في حزب جبهة العمل الإسلامي. وإلى جانب نشاطه الأكاديمي يعرف الدكتور رامي كإعلامي وكاتب صحفي، وهو أيضاً في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والهيئة العامة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم، وقد كان عضواً في مجلس الشورى حزب جبهة العمل الإسلامي لدورتين. دكتور رامي العياصرة، أهلاً وسهلاً بك، نحن متشوقون لسماع آرائك، فأهلاً بك ومرحباً. أهلاً وسهلاً وشكراً لكم على هذه المقدمة اللطيفة، ونرحب بجميع متابعينا وشكراً على هذه الاستضافة الجميلة. اهلا وسهلا بك استاذ رامي. دكتور رامي، بدايه لو اردنا تعريف مفهوم حقوق الانسان، ما هي حقوق الانسان وما هي اهميتها في العالم المعاصر، وكيف تتداخل عندنا حقوق الانسان مع القيم الاسلاميه؟ نعم، الحقيقه موضوع الحديث في حقوق الانسان موضوع في غايه الاهميه، والسبب في ذلك بانه يرتبط ارتباطا مباشرا بحياة الإنسان وبممارسته لنشاطاته اليومية بمختلف جوانبها الاجتماعية والمالية والسياسية وكل مجالات حياة الإنسان على وجه هذا الأرض. حقوق الإنسان هي بالأساس مجموعة الحقوق والمبادئ الأساسية التي يكتسبها الإنسان بموجب أنه إنسان. نعم. فهي ليست شيء مكتسب يمكن للإنسان أن يقابل ويكتسب لاحقا. حقوق الإنسان مسألة تولد مع الإنسان باعتبار الإنسان يعيش على هذه الأرض، تتبلور هذه الحقوق بموجب إنسانيته. نعم. وبالتالي حقوق الإنسان وفق هذا التعريف تعتبر هي الضابط لتطبيقات حقوق الإنسان وعلاقاتها المختلفة في مختلف المبادئ، سواء كان ما يتعلق بالأفكار التي يعني تولدت مع تطور حياة البشر والإنسان على وجه هذه الأرض. بالتالي حقوق الإنسان أنا أستطيع أن أقول بأنها هي لغة العالم، هي بالأساس يجب أن تكون عابرة للأمم والشعوب والدول، باعتبار أن احترام آدمية الإنسان هي شيء أساسي يجب احترامه، يجب المحافظة عليه، لا يجوز القفز على هذه الحقوق أو انتهاكها أو
التسلط على الإنسان بموجب المحافظة على هذه الحقوق، مهما كان هذا الإنسان، مهما كان لونه، مهما كان عرقه، مهما كان دينه. تنوع الأديان والثقافات والألوان والمنطلقات والأماكن السكنة البشر على وجه هذه الأرض لا تحول دون احترام هذه الحقوق الإنسانية التي هي بالفعل تعتبر أساس تعايش البشر مع بعضهم البعض على وجه هذه الأرض. وبالتالي احنا بنشوف انه بالاساس منظومه القوانين، منظومه التشريعات الدوليه والاتفاقات الدوليه كلها تصب في هذا المضمار، تصب على احترام آدمية الانسان وحقوقه باعتبار انه انسان مكرم يجب ان نحافظ عليه. اذا هل يمكن ان تتغير تعريفات حقوق الانسان حسب تغير الثقافه؟ لا شك بأن تغير المجتمعات أحيانا تطور المجتمع، يعني تغير المجتمعات نحو ماذا؟ نحو مزيد من التطور. يعني إذا بدنا نشوف الخط البياني لحقوق الإنسان سنجد بأنه الإنسان مر في مراحل بدائية، في مراحل عدم التنظيم البشري، وهذا له علاقة بالاجتماع السياسي بالمناسبة. بعد أن كبرت المدن وتوسعت وأصبحت بأعداد كبيرة أيضا، أصبحت يعني جملة العلاقات بين البشر أكثر تعقيدا وأكثر تداخلا من المجتمعات البسيطة، مما دعا إلى مزيد من التنظيم. وبالتالي هنا يعني تأتي مسألة القانون و سن القوانين لتنظيم المجتمعات، لكن احنا نتحدث عن حقوق الانسان، نحكي عن الانسان بشكل عام وليس فقط مجموعه قوانين تتعلق بدوله معينه او فئه معينه. بالتالي منظومه حقوق الانسان نعم هي قد تكون متغيره وفق تغير وتطور ثقافات المجتمع والاجتماع البشري، ولكنها في الاساس في هناك حقوق اساسيه لا تتغير. احنا بنسميها الحقوق الطبيعيه، كحقوقيين بنسميها الحقوق الطبيعيه، يعني حق الانسان في الحريه، حقه في الحياه، حقه في التنقل، حقه في العمل، حقه في التعليم. هذه مسائل لا تتغير باختلاف البيئات والحضارات والثقافات، لكن في هناك بعض الحقوق التي تتعلق بتطور الحياة. يعني مثلا اليوم لما العالم دخل الثورة الصناعية الرابعة، ثورة الذكاء الصناعي، اليوم حق الإنسان على الفيسبوك وعلى صفحات المنصات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي له حقوق نابعة من تطور الحياة والمجتمع وعلاقته بالتكنولوجيا، لأنه هذه أصبحت مساحات يلتقي فيها الإنسان مع الآخرين. بالتالي لابد من ضوابط تضبط أيضا حق الإنسان، سواء ما يتعلق لأنه ترتبط فيها كثير من الحقوق، وهذه يعني إلا مجال طويل في النقاش، إنه هذه المسائل يعني ترتبط بحق الرأي والتعبير، وبنفس الوقت ترتبط بحق الآخرين باحترام رأيهم، الرأي والرأي الآخر، ترتبط بحق إبداء الرأي. ما الذي يمكن التعامل معه، ما الذي يمكن التعامل معه. ذلك هذه المساحة مثلا أقلقت كثيرا مثلا الدول والحكومات كيفية ضبط هذه المساحة والفضاء المفتوح يعني في هذا الموضوع، وكيف نستبين الخط الفاصل بين حق الإنسان في وجوده على هذه المنصات وبين عدم يعني استخدامها بشكل يؤذي المجتمع، يؤذي المجموع البشري الذي يعيش. يعني هنا تأثير التكنولوجيا ودورها هي ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. صحيح. كما تحدثت أنت بالإيجاب والسلب لأشخاص وأشخاص. صحيح. نعم. يعني هذه الحقوق أحيانا الحرية المطلقة نفس المطلقة. عندما نقول مثلا حق الحرية، سواء ما يتعلق بالحريات الجماعية اللي تتعلق مثلا بالحريات السياسية، أو نتحدث عن الحريات الشخصية، ممارسة الحرية لا يجب أن تكون يعني غير منضبطة، لابد أن تحدد حدود في التعامل معها. وبالتالي هنا تأتي أهمية أنه هذه الحقوق يجب أن تكون واضحة
في ذهن الفرد أو محفوظة له، وبنفس الوقت يجب أن يستخدمها في الطريق الصحيح التي لا تؤذي الآخرين. وعندنا نظرية بالمناسبة بالفقه الإسلامي، يعني باعتبار تخصص في الفقه الإسلامي، هناك نظرية التعسف في استعمال الحق. يعني حتى الحق وهو مضمون للإنسان يستطيع أن يمارس حقه، لكن هذا الحق يجب أن لا يتعسف باستعماله بحيث يصل فيه إلى في لحظة إلى إيذاء الآخرين أو التعدي على حقوقهم أو الانتقاص منها أو إيذاء الآخرين. جميل. دكتور رامي، بالنسبة للتطور التاريخي لحقوق الإنسان، طبعا أكيد مرت التطور التاريخي مرة في عصور، كيف تطورت حقوق الإنسان عبر العصور المختلفة، أو ما هي أبرز المحطات التاريخية التي ساهمت في تشكيل مفهوم حقوق الإنسان كما نعرفه اليوم؟ نعم. وما هو تأثير الأحداث التاريخية على مفهوم حقوق الإنسان؟ يعني احنا ذكرنا في معرض حديثنا انه حقوق الانسان في هناك جوانب ثوابت فيها تتعلق بالانسان وطبيعه حياته، وفي هناك اشياء تتغير وتتطور بوجود يعني تطور الثقافات واختلاف البيئات. ولكن بشكل عام منظومه حقوق الانسان تطورت عبر الزمن من خلال مساله التنظيم البشري والاجتماع البشري. تعتبر شريعة حمورابي تعتبر هي المدماك الأول الذي استطاع يعني مدونين التاريخ أن يذكروا بأن هناك مدونة قانونية تنظم الاجتماع البشري، وهي يعني شريعة حمورابي. في هناك فصول طويلة منها كما يذكر المؤرخين تتحدث عن جوانب حقوق الإنسان المنقوشة على مسلة حمورابي الموجودة في باريس. طبعا هذا نتحدث عن المراحل الحقب ما قبل الميلاد. بعد ذلك ساهمت الأديان السماوية بإرساء جوانب مختلفة في حقوق الإنسان، كما يعني يقال في الإنجيل أنه في مسألة التسامح والتعامل مع الآخرين، أنه إذا ضربك أحدهم على خدك الأيمن فأذن له خدك الأيسر. هذه تأتي من باب إرساء منظومة التسامح في الشرائع السماوية مثل الديانة المسيحية، إلى أن جاء عصر الإسلام وشريعة الإسلام التي أرست قواعد حقيقية. وعندما نتحدث هذا الكلام نحن نتحدث يعني بالعموميات، نتحدث عن قواعد حقيقية تتعلق بحقوق الإنسان في الإسلام. عندما مثلا احترام آدمية الإنسان، عندما مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي في المدينة المنورة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، فقالوا له يا رسول الله إن هذا يهودي، فقال أليس إنسانا، أليس بشرا؟ وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم وقف احتراما لآدمية الإنسان بغض النظر عن دينه، وهذا يدل أن حقوق الإنسان ليست متعلقة بالأديان، وإن كان الإسلام أرساها فأرساها من منطلق ومن زاوية عموم الرسالة الإسلامية، وليس من منطلق أنها تشريع خاص للمسلمين دون غيرهم. وهذه مسألة مهمة جدا نحن لا يعني أحيانا نغفل عنها في مسألة عالمية الرسالة، رسالة الإسلام، ومن ضمنها ما جاء فيها بما يتعلق بحقوق الإنسان. فأعطى المرأة حقها، حتى حقوقها السياسية بالمناسبة. يعني أول بيعة جرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، وهي أول بيعة في الإسلام كان فيها اثنتين من النساء، وفي البيعة الثانية أيضا كان فيها نساء، وفي بيعة الرضوان كان فيه نساء. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير زوجاته ليس فقط في مسائل تتعلق في الحياة اليومية في البيت، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أم سلمة في موقف مهم جدا في صلح الحديبية، وأشارت عليه ومشى وسار على ذراعيها. فمنظومة الحقوق ما يتعلق بالمرأة، حق الطفل، الحقوق الفئات الأقل حظا اليوم بالقصر التي يتم تناولها، كلها موجودة في منظومة الحقوقية في الشريعة الإسلامية، متداخلة حتى في الجانب الاقتصادي. يعني نحن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن درع النبي صلى الله عليه وسلم كانت توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه
التعامل المالي يجب حفظ الحقوق، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لحق هذا الرجل الذي تعامل معه في الرهن، النبي صلى الله عليه وسلم درعه والرهن لحفظ الحق. وبالتالي منظومة حقوق الإنسان في الإسلام كانت واضحة، وهذا جزء من عالمية الرسالة، وتم تطبيقها وبلورتها على أرض الواقع من خلال انتشار الإسلام في رقعة واسعة على امتداد هذه الأرض من حدود الصين إلى محيط الأطلسي غربا، ومن أواسط أوروبا شمالا إلى أواسط أفريقيا جنوبا. هذا الامتداد الكبير للدولة الإسلامية رافقه احترام حقوق الإنسان في العيش بكرامة، في بحرية الرأي والتعبير، بالحقوق السياسية طبعا من خلال ممارساتها، وبالحقوق المالية والاقتصادية. وهذه كلها مجموعة تشكل منظومة حقوق الإنسان بشكل عام. أنا بدي أذكر فقط مثال أيضا من تاريخنا الإسلامي في مسألة المحافظة على حقوق الإنسان. عندما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين، رأى رجل كبير في السن يعمل، فقال له يعني ليش تعمل؟ فقال أريد أن يعني أؤمن يعني حاجاتي ومصروفي. فقال له ما أنصفناك، أخذناك كبيرا وتركناك، أخذناك صغيرا وتركناك كبيرا. وهو كان من يعني من اليهود الذين يؤدون الجزية، يعني قال نريد أن نؤدي الجزية. فأمر النبي أمر سيدنا عمر رضي الله عنه بإسقاط الجزية عنه وبإعطائه راتبا شهريا من بيت مال المسلمين. بمعنى نتحدث إحنا اليوم عن يعني عن شبكة أمان اجتماعي، نتحدث عن حفظ حق الإنسان في الجانب المالي والاقتصادي في شيخوخته، اللي هي المسائل تتعلق في هذه الشيخ، وهي اليوم إحنا نسميها الفئات التي تحتاج إلى الحماية، الطفل والكبار في السن وهكذا. وبالتالي الحقيقة لما مرت محطة تطور حقوق الإنسان بفترة التاريخ الإسلامي كانت محطة كبيرة، وأدت إلى وجود يعني منظومة متكاملة وضحت مجال حقوق الإنسان. ثم بعد ذلك في العصر الحديث، طبعا احنا نعرف في العصر الحديث جرت هناك صراعات، خاصة ما يتعلق في العصر الحديث اللي هو الحرب العالمية الأولى والثانية. بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية، وهي أكثر حرب دموية في تاريخ البشر بالمناسبة، يعني يقال بأن أكثر من 45 مليون إنسان قضى في هذه الحرب على وجه الأرض بسبب تطور استخدام الأسلحة ودخول الطيران على المعركة في خدمتها في الجيوش المتحاربة، ما أدى إلى تبلور فكرة الأمم المتحدة سنة 1945 وصياغة ميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر أرسى منظومة حقوق الإنسان المعاصرة. ثم بعد ذلك أهم وثيقة تعتبر لبيان حقوق الإنسان هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بعد ميثاق الأمم المتحدة لثلاث سنوات. بمعنى إنه العالم بعد أن خرج من حربين عالميتين أرهب العالم بالحرب العالمية الأولى والثانية، تنبه العقل البشري إنه لابد من الاتفاق على شيء يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وبالتالي وجدت ميثاق الأمم المتحدة وأيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإذا نقرأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعين العربي والمسلم، ثقافتنا العربية والإسلامية، أنا لا أعتقد بأننا سنختلف على أي نص فيها، يعني هي بكل نصوصها واضحة لا تخالف الإسلام. بالعكس إحنا اليوم نطالب بأنه ميثاق الأمم المتحدة يوضع على يطبق بشكل صحيح يعني ويحترم ولا يتم التجاوز عليه، وكذلك الحال بالنسبة لكل الاتفاقات الدولية التي يعني وقعتها الأمم التي انضوت تحت لواء الأمم المتحدة لاحقا على التدريج. يعني أنت اختصرت ما لدي من أسئلة من هنا، لكن من منظور إجاباتك أتوقع أن
العلاقة بين القيم الإسلامية أو الفقه الإسلامي وحقوق الإنسان علاقة ترابطية متداخلة. نعم. لا شك في ذلك أن التشريع الإسلامي أساسا، يعني الفقه الإسلامي هو فقه يأتي لضبط يعني نشاطات الإنسان في كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وإحنا ترى بالمناسبة من بداية القرن الماضي أواخر الدولة العثمانية أرست الدولة العثمانية في مجلة الأحكام العدلية مسألة تقنين الفقه الإسلامي، يعني تحويل الفقه الإسلامي إلى مواد قانونية. فخرجت مجلة الأحكام العدلية وأنا بعتبرها منجز عظيم الحقيقة، يعني ووضعت يعني بمنظور الدولة الحديثة الدولة المعاصرة والدولة القطرية، وضعت يعني القاطر على السكة الصحيحة في مسألة تقنين الفقه الإسلامي، ووضعت هذا النموذج المتقدم لتقنين الفقه الإسلامي بحيث أن تكون نصوص قانونية يمكن التعامل معها في الدول ويمكن سن التشريعات بناء عليها. ولحق بعد هذا بعد ذلك قانون المدني. قانون المدني الأردني إلى الآن مأخوذ من الشريعة الإسلامية، وهو يحفظ جوانب يعني حق الحقوق المتعلق بالجانب المالي والاقتصادي. الفقه الإسلامي بالأساس جاء ليضبط حركة الإنسان وفق ما أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه في هذه الشريعة السمحاء العظيمة الشريعة الإسلامية، ومن ضمنها ما يتعلق بالحقوق الإنسان. لأن القانون بالأساس فلسفته أن القانون يريد أن يضبط فعل الإنسان في المستقبل، يعني القانون موجود لضبط حركة الناس ومجالات عملهم في كل المسائل في المستقبل. بمعنى أن الإنسان عندما يقوم بأي نشاط يجب عليه أن يعرف أن هذا مسموح وهذا ممنوع. ما الذي يدعو إلى أن يكون هذا مسموح وهذا ممنوع؟ هو إعطاء الإنسان الحقوق بالضبط، يعني الحق تأخذه وتعطى الآخرين حقهم. عشان إحنا دائما نتحدث عن أن مقابل كل حق في هناك واجب. نعم، مقابل كل حق في واجب. وبالتالي للإنسان أن يطالب بحقه بنفس الوقت يجب عليه أن يعطي الآخرين حقوقهم اللي هي تكون واجب عليه. ولا يجوز الإنسان، إحنا اليوم مجتمعاتنا إيش الإشكالية فيها؟ إشكالية في مجتمعاتنا أن الإنسان يريد أن يحصل على حقه ولا يريد أن يعطي واجبات ما عليه من واجبات التي هي حقوق الآخرين. نعم، وبالتالي تدخل المجتمعات في حالة من الصراع أحيانا، يعني سواء ما يتعلق بصراع الأجيال، ما يتعلق ب يعني صراعات الناس مع بعضهم البعض والأفراد. وعشان هيك ليش موجود المحاكم؟ المحاكم تحكم بموجب القانون، وبالتالي القانون هو المسطرة التي يجب على الإنسان أن يقف عندها ويعرف أن هذا يعطيه حق القانون ونصوصه تعطيه حق وتبين ما عليه من واجبات. وبهذا يعني إحنا ننتقل إلى 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 المجتمعات المدنية المتحضرة التي بالأساس الفقه الإسلامي جاء لنقل الإنسان من المجتمعات ما قبل الدولة إلى مجتمعات الدولة اللي بسموها. نعم، وبالتالي القانون موجود واحترامه مهم جدا. من ضمن منظومة القانون بشكل عام تيجي مسألة حقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الإنسانية بالحقوق الأساسية أو ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو بالحقوق السياسية. نعم، إذن حقوق الإنسان تشكل أساساً للحياة الكريمة والمستدامة كما تفضلت أنت. لكن الوضع الراهن الذي نواجهه حالياً هناك تحديات كبيرة تتعلق بحقوق الإنسان خاصة في العالم العربي. ما هي أبرز هذه التحديات وكيف يمكن التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في بعض دول العالم؟ أكثر حق إحنا في العالم العربي بنعاني منه في هذا الوقت هو حق الحرية. نعم. يعني حرية الإنسان، لأن في هناك صراع ما بين ممارسة السلطة والحرية بالمناسبة. يعني هذا الصراع كثير وصفوه يعني سواء فلاسفة الغرب أو فلاسفة المسلمين يعني أو العلماء المسلمين والمفكرين. السلطة حتى تستطيع أن تمارس دورها هي تقتطع من حريات كل شخص في هذا المجتمع، بحيث أن كل فرد يعني يتنازل عن جزء من حريته للمجموع. الدولة تمثل رمزية المجموع البشري، وبالتالي
احيانا السلطه تريد ان تتوسع في مجالات ممارسه هذه السلطه، وبالتالي يكون على حساب ايش؟ على حساب حريه الافراد. القانون فقط ليس فقط يعني يرسم الحدود في العلاقه ما بين الفرد والفرد، احيانا ما بين الفرد والمجتمع وبين الفرد والدوله. نعم. وبالتالي اكثر شيء هون تيجي مساله الحريه، كم هي موجوده ومتوفره، كم هي متناقصه ومتراجعه، احيانا تمر بمراحل التقدم، احيانا تمر بمراحل التاخر، لكن بشكل عام السلطه تاتي بموازاه الحريه، يعني في هناك صراع ازل قديم يعني، ومش راح نخلص منه بالمناسبه يعني، لكن المجتمعات القويه والمجتمعات المتحضره هي المجتمعات التي تستطيع ان تصل الى نقطه توازن بين ممارسه الحريه وبين تطبيق ممارسه السلطه التي تحمي حقوق المجتمع والحقوق العامه. وبالتالي هنا اكثر شيء يعني اليوم في عالمنا العربي حق الحريه الحقيقه، وتتفرع عنه مساله حريه الراي والتعبير وغيرها. حق المساواه، حق المساواه يعني في عالمنا العربي اما مفهومه احيانا ننقل من الغرب استنساخ بما لا يناسب مجتمعاتنا وتطورها ونمطنا الاجتماعي، واحيانا يعني بتكون يعني بننقل حتى بطريقه مشوهه، لكن بكل الاحوال لا شك بانه المساواه في العالم العربي مرت بمراحل سيئه في الفترات السابقه، يتم فيها التمييز على اساس الجنس، على اساس اللون، على اساس يعني العبوديه. الى الان ترى بالمناسبه تقارير الامم المتحده مثلا الى الان في هناك اكثر من 2.5 مليون انسان على وجه الارض الان واحنا نتحدث لا زالوا تحت العبوديه، واحنا نقول انه الامم المتحده والعالم تحضر وكذا الى اخره، حق المساواه كويس، فلا زال المجتمعات ونحن في العالم العربي جزء من هذه المجتمعات في العالم بشكل عام. من اكثر الاشياء التي تعاني منها حقوق الانسان منظومه حقوق الانسان العالميه مساله ازدواجيه المعايير. ازدواجيه المعايير كانت واضحه تماما في حرب غزه، كيف ان الميثاق الامم المتحده لم يفعل، كيف الجانب الصهيوني اعتدى على ميثاق الامم المتحده من خلال هذه الحرب الوحشيه التي ارتكبت فيها كل الجرائم التي تحرمها الشرائع السماويه وكذلك الحال المواثيق الدوليه وفق ميثاق الامم المتحده وفق محكمه الجنايات الدوليه ومحكمه العدل العليا الدوليه، وليس هناك احد في العالم يستطيع ان يحمي اطفال غزه ونساء غزه واهل غزه من هذه المحرقه، واليوم انتقلت الى لبنان وقابل للتوسع ربما في هذه المنطقه من العالم. سمعنا كثيرا عن مقارنات ظالمه الحقيقه، يعني نشم يعني اسكمت الانوف في عنصريتها، انه اطفال غزه ليسوا كغيرهم كحرب اوكرانيا اللي يعني هؤلاء يعني شعرهم اشقر وعيونهم زرقاء، يعني وكان حقوق الانسان ومنظومه حقوق الانسان وحدت المجتمع الغربي فقط وليست يعني دول العالم الثالث بين قوسين او دول العالم العربي الاسلامي ليست معنيه وخارج التغطيه في هذه المساله. ازدواجيه المعايير انا في تقديري بان اليوم تضع مساله حقوق الانسان على المحك بشكل كبير جدا. هشمت هذه الحرب العدوانيه على غزه، هشمت الميثاق الامم المتحده بشكل كبير، منظومه حقوق الانسان لا اقول بانها انهارت لكن ويجب ان لا تنهار بالمناسبه، يعني انا مره سئلت يعني ما فائدة يعني منظومة حقوق الإنسان إذا كان لا تطبق إلا على الدول يعني لصالح شعوب الدول المتقدمة بينما الدول العربية الإسلامية. أنا أقول إنه هذه المنظومة منظومة حقوق الإنسان يجب المحافظة عليها لأنها لا زالت تشكل حائط صد أمام هذا التغول، أمام هذا الإجرام، أمام الجرائم ضد الإنسانية والجرائم التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية، وبالتالي تبقى في مربع الإدانة أفضل من أن نجي نقول لا إحنا بدنا ميثاق الأمم المتحدة ولا بدنا حقوق الإنسان ومنظومة حقوق الإنسان.
وإنما يجب علينا أن نصر على أن هذه المنظومة، منظومة حقوق الإنسان، يجب المحافظة عليها، يجب احترامها، يجب ترسيخها، يجب إدانة وملاحقة كل من يرتكب هذه الجرائم. يعني الجانب الإسرائيلي في غزة ارتكب عدة جرائم تم تجريمها بموجب المواثيق الدولية التي يعني تنبع منها حقوق الإنسان. أولاً الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، التهجير القسري، وجرائم الحرب. كل هذه الجرائم، كل جريمة، واستخدام التجويع كسلاح حرب أيضاً، كل هذه الجرائم كل منها يعتبر جريمة مستقلة، وبالتالي يجب عدم التهويل من هذا الأمر. لكن بنفس الوقت لا شك بأن منظومة حقوق الإنسان اليوم بسبب هذه الحرب تشكل نقطة فارقة. إما أن المجتمع الدولي يأخذ على يد الدول الداعمة لهذا الكيان الصهيوني على رأس الولايات المتحدة الأمريكية ليعيد منظومة حقوق الإنسان إلى مسارها الصحيح، أو أن المجتمع البشري سيعود مرة أخرى إلى شريعة غاب، القوي يأكل الضعيف ولا يستطيع أحد حمايته، ويهدر حق الإنسان في العيش والحرام والحياة الكريمة إلى غير ذلك من الحقوق التي ضمنها منظومة حقوق الإنسان بشكل عام. نعم، جميل. دكتور رامي، التعليم والإعلام، لو تحدثنا عن التعليم والتوعية بكونك يعني كونك إعلامي وكاتب صحفي، ما هي أهمية التعليم في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وكيف يمكن للإعلام أن يكون قوة إيجابية في تعزيز حقوق الإنسان والدعم؟ صحيح، التعليم والإعلام يعني كلاهما يعني يؤثر في الإنسان. صحيح. طبعا التعليم في المراحل الأولى من عمر الإنسان، التعليم هو المؤثر الأكبر، يعني سواء على مدارس، على مقاعد الدراسة المدرسية أو الجامعية بمراحلها المختلفة، لأنه بتشكل ثقافة الإنسان، بتشكل يعني إدراكه وكيفية تفكيره وتصوغ شخصية الإنسان. وبالتالي التعليم مهم جدا في إعطاء جرعة معينة مهما كان التخصص. بالمناسبة يعني بالمناسبة في بعض الناس يعتقد أنه لازم الإنسان يكون محامي أو يدرس قانون حتى يكون حقوقي. في هناك فرق بين الحقوقي والقانوني. يعني صحيح الحقوق مبنية على القانون، لكن أي إنسان يستطيع أن يكون ناشط حقوقي ومناصر لحقوق الإنسان وناشط في هذا المجال دون أن يكون يعني دارس. هذه مسألة تتعلق ب وعي الإنسان إلى هذه الزاوية تتعلق في الجانب الحقوقي. بالتالي التعليم مهم جدا، وفي مناهجنا يعني في هناك جرعة جيدة تتعلق في هذا الجانب، يجب تعزيزها، يجب التركيز عليها وعدم إهمالها بنفس الوقت. فيما يتعلق بالإعلام، الإعلام مؤثر في كل المجتمع الصغير والكبير، وبالتالي الإعلام عليه دور كبير جدا أن يعني يوعي المجتمع بحقوقه الأساسية، بما له وما عليه، بحيث يكون عامل إيجابي وعامل مساعد في بناء ثقافة حقوقية عند المجتمع، لأن هذه مسألة يعني قد تعفي أجهزة الدولة والنظام القضائي عندنا من كثير من الأعباء التي يمكن أن يعني تصل إليها بسبب كثرة القضايا والشكاوى التي يعني تؤشر في لحظة من اللحظات أن المجتمع في صراعات داخلية. يعني كثرة الشكاوى والمرافعات القانونية وتحويل القضايا إلى المحاكم هي ليست بالأساس ظاهرة صحية في المجتمع، تؤدي أن المجتمع في المجتمع مش مستقر، مجتمع متصارع، كثير النزاعات. بينما توعية الناس بحقوقهم يشكل الجانب الوقائي من الوصول إلى التنازعات والوصول إلى هذه اللحظة التي يعني يطلب الإنسان فيها من المحكمة أن تحفظ حقه بقوة القانون. دكتور رامي، الحديث معك يعني يطول صراحة، لكن كسؤال أخير، مستقبل حقوق الإنسان، كيف ترى مستقبل حقوق الإنسان في ظل التغيرات السياسية والاجتماعية الحالية؟ وما هي الخطوات اللازمة لضمان حماية هذه الحقوق؟
الحقيقة الضمان بالدرجة الأولى هو وعي الإنسان بحقه، يعني أن الحقوق لا توهب وإنما تمارس. يجب علينا نحن أولا كمجتمعات وكأفراد أن نعي بأن لنا حقوق يجب أن نأخذها، هذا أولا. المسألة الثانية، الدولة وجدت لأن تكون حكما بين الناس وأن تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وأن تحفظ هذه المنظومة القانونية والحقوقية بين الناس، وبالتالي هنا يأتي الواجب في سن القوانين والتشريعات ضمن المسارات الدستورية المعروفة في مسألة إقرار القوانين مجلس النواب، ثم من سلطة التنفيذ والتشريع إلى أن تحظى بتوقيع الملكي وتصبح نافذة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المحاكم لتطبيقها وضعها في موضع التطبيق. هذه مسائل مهمة جدا، لكن بالدرجة الأولى والأساسية لابد من هناك خلق حالة من الوعي الثقافي والحقوقي والقانوني في أذهان المجتمع لهذا الموضوع. وأنا باعتقادي بأنه يعني وصلنا إلى لحظات طبعا تتعلق في حقوق الإنسان بشكل عام، في هناك حالات انتكاس لا شك في ذلك، مثل حرب غزة احنا اليوم نشهدها، لكن بشكل عام في هناك حالة من الاستقرار في على مستوى الدول القطرية التي لا تعاني من نزاعات مسلحة، لا تعاني من اضطرابات داخلية. بكل الأحوال هذه مسألة لا تأتي لا تأتي فجأة، لا تأتي فجأة ولا تأتي صدفة، تحتاج إلى فهم ووعي، وأحيانا تحتاج إلى نضال الحقيقة. يعني إحنا شفنا مثلا نيلسون مانديلا اللي يعتبر رمز لانتزاع الحقوق في العصر الحديث في جنوب أفريقيا إزاء نظام الفصل العنصري في ذلك الوقت، وشكل نيلسون مانديلا يعني مع الحركة التي قام بها في جنوب أفريقيا إلهام، حالة إلهام على مستوى العالم الحقيقة. وهكذا يعني لذلك هذا الصراع لم ينتهي. أنا برجع أقول مرة أخرى، سواء ما يتعلق بسلطة الدولة مع أفرادها أو بسلطة الدول الكبرى على الدول الصغرى وعلى المجتمعات الأخرى، هذا صراع دائم يعني على وجه الأرض لا يمكن أن يعني ينتهي بالإطلاق، ربما يخبو، ربما يعني وتيرته تكون أقل، لكنه في لحظات معينة تنتقل بعض الأحيان إلى يعني ساحات صراع مريرة الحقيقة وكبيرة جدا. شفنا في أفغانستان على مدار 20 سنة الاحتلال الأمريكي بعدين طلع وترك أفغانستان لأهلها بالنهاية، وأيضا الاحتلال الأمريكي في العراق بعد 2003 إلى ما قبل كم من سنة لما انسحب القوات الأمريكية تقريبا. وإحنا اليوم أيضا نتعرض زي ما قلنا اختبار صعب في موضوع حرب غزة، لكن بشكل عام منظومة حقوق الإنسان يجب أن تعزز، يجب أن يتم التأكيد عليها حتى يحظى الإنسان بحياة كريمة تليق بإنسانيته زي ما ذكرنا في البداية، لأن حقوق الإنسان هي تعطى للإنسان باعتبار كرامته الإنسانية، لحفظ كرامته الإنسانية وباعتباره إنسانا على وجه الأرض. ختاما في هذه الندوة المعمرة بحقوق الإنسان المفهوم والتطور التاريخي، أتقدم بالشكر الجزيل لكم مديرية ثقافة جرش ضمن فعالية برنامج بودكاست زدني، وأتوجه بالشكر الخاص للدكتور رامي العياصرة على هذه المشاركة القيمة وعلى هذه الأفكار الملهمة التي قدمها لنا، لما قدم من رؤى مهمة حول أهمية حقوق الإنسان وكيفية تعزيزها في ظل التحديات الراهنة. أيضا تناول مواضيع مهمة بما في ذلك مفهوم حقوق الإنسان ودور المجتمع والتوعية ليعكس أهمية العمل الجماعي والمستمر من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساواة. شكرا لك دكتور رامي. شكرا لكم، شكرا على هذا الحضور. شكرا.